السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن الجار، وكما تعرفوا المقولة الشهيرة الجار قبل الدار، وغادي نحكي لكم قصة طريفة. خطرة كنت نهضر على مع واحد العزوجة على الجار، خلتني قد ما كملت قالت لي يا ولدي الجار تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي الجار تاع دروك. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح خروف فقال لخادمه: أهديت بعضا من اللحم إلى جارنا اليهودي؟ فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف، جار يهودي وكان بار به. احنا شخصنا خصنا هذاك الجار اللي يتقي حكم حرمة الجار، هذاك الجار اللي يفرح لفرح الجار ويحزن لحزنه. سلام.